رئيس الاركان التركي. الشتيمة من الاخوان فيا من امبارح بالليل طبعا شغالة، كأن انا اللي عملت الانقلاب على اردو، وده طبعا عشان يعني ما عمتش على عمهم واشتم البطل التركي اللي قاوي قيادتهم، مع ان انا اللي قلت ده انقلاب عسكري مش ثورة، يعني ما هواش زي اللي حصل في مصر في 30/6. لكن اللي حصل من اردو اللي طلب من الناس تنزل الشارع وتواجه الجيش وتواجه باقي الشعب، ده كان زمانه برضو بقى مصير اللي بيحصل عندنا هنا، وده الاخوان كان ممكن يبقوا عايزينه وبيحاولوا ان هو يبشروا فيه، او بيحاولوا يبشروا بيه قبل 30/6 لما قالوا لنا بحور الدم هتبقى في الشوارع وهنذبحكم. للي فاكرين ان اردو طلع كسبان من تمثيلية امبارح اللي تشبه كده تمثيلية ابريل جاليسبي، ابريل جاليسبي دي السفيرة الامريكية في العراق سنة 1990 اللي راحت واوحت لصدام حسين ان امريكا مش هتزعل لو عمل غزو الكويت، فخد بعضه ودخل وهو مطمن، وبالطريقة دي مهد لسقوط العراق والشرق الاوسط كله ايحاءات. اردو بقى اوحى لمين ان كله تمام؟ لكوسة ولا لحد تاني؟ شوية الناس القليلين اللي نزلوا عملوا محاولة الانقلاب الفاشل. قلت لكم اني احكي لكم على موضوع فيلم واج ذا دوج. الفيلم ده بطولة روبرت دينيرو وداستن هوفمان سنة 1997، يعني من 19 سنة. ايه اللي حصل فيه؟ فضيحة جنسية كانت للرئيس الامريكي، والفضيحة الجنسية دي كان لازم يغطوها بأي شكل من الأشكال، فبعتوا جابوا داستن هوفمان عشان خاطر داستن هوفمان راجل مخرج ناجح جدا فيعمل لهم سيناريو.